عريض ديال الدولي للفلاحة بمكناس خدا الطريق ديالو وأصبح ملتقى للمهنيين بالضرورة، وهذه فرصة للمهنيين والفلاحة على وجه العموم في جهة مراكش أسفي للقاء مجموعة من الخبراء خصوصا مع القطب الدولي اللي هذا العام ضيفة الشرف ديالو هي سويسرا، وكنعرفوا بطبيعة الحال العلاقات المتميزة عموما وعلى الصعيد الفلاحي بين المغرب وسويسرا. جهة مراكش أسفي كتشارك في الدور 14 المعرض الدولي للفلاحة بمكناس، يعني معروضات مهمة خصوصا بالموازاة مع الشعار ديال هذه الدورة اللي متعلق بالتشغيل من بعد التوجيهات الملكية السامية للوزير الفلاحة على أساس أنه تكون الفلاحة بطبيعة الحال واحد يعني أصل ديال التشغيل في العالم القروي وتجويد الحياة في العالم القروي، وبالتالي إلى لاحظتوا بجهة مراكش أسفي الفلاحة أو القطاع الفلاحي كيشغل أو كيوفر حوالي 72 مليون يوم عمل، وهذا الرقم بطبيعة الحال هو الرقم الأول على صعيد 12 جهة، وبالتالي جهة مراكش أسفي بطبيعة الحال.